كما عند الطبراني من حديث خباب في إسناد حسن، ورجاله رجال مسلم ما عدا الأجلح الكندي وهو صدوق، والعبرة بالرواية في الصدق. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: أكثر الناس على توثيقه، وله طريق آخر من طريق البزار. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: وأتت رواية بالتقديم والتأخير، إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، يعني لما كثرت القصص عندهم أتهم الهلاك في دينهم. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة معلقا على هذا الحديث، وهو من المعاصرين رحمه الله، قال: وهذا ما عليه غالب القصاص في هذا الزمن، يأتون بالمواعظ والرقائق والقصص والأحداث. ثم قال: ونسأل الله العافية. هذا كلام إمام من المعاصرين حول هؤلاء.